سوبر ماركت. جاي اعمل كبسه لاشوف عندك الاسعار. بشرفي بشرفي انا عندي ارخص اسعار بالجمهوريه اللبنانيه كلها. تنشوف بديش عم تبيع مجمع الحليب الكبير؟ وين ما كان عم ببيعوها ب 24,000، انا عم بيعها ب 21,000. شو؟ 21,000 يا مجرم؟ والله العظيم. خلاص خلاص، بديش عم تبيع مسحوق الغسيل؟ وين ما كان عم ببيعوه ب 17,000، انا عم بيعه ب 14,000. شو؟ ولا يا مجرم 14,000؟ والله العظيم. خلاص خلاص اسكت. بديش عم تبيع زيت القليه؟ وين ما كان عم ببيعوه ب 17,000، انا عم بيعه ب 13,500. شو؟ يا مجرم 13,500؟ ولا ولا شو بعمل فيه؟ ولا بقبرك وبرتاح منك؟ ارخص ب 3,500 ليره. والله العظيم. اسكت. بديش كيلو اللبنة؟ وين ما كان عم ببيعوه ب 6,000، انا عم بيعه ب 3,000. ولا ولا بقبرك وبرتاح؟ والله العظيم. اسكت. خلاص خلاص خذ هذه لائحه بالاسعار، بتعمل بموجب لائحة الأسعار المكتوبة هون. سمع؟ شو ايه؟ حليب كبير 30,000 ليرة؟ بس أنا عم بيعه أرخص ب 10,000. بتبيعه مثل ما مكتوب هون باللائحة. زيت القلق 25,000. لك كيف؟ أنا عم بيعه أرخص ب 11,000. بتبيع مثل ما مكتوب هون. أف، اللبن الكيلو ب 10,000؟ معقول خلي الأسعار هالقد؟ لا لكن بترخص كذا ألف ليرة بالحبة. ولا ولا أنت عارف كل ما ترخص ألف ليرة عم تخسرني إلي 100 ليرة تفقى؟ ولا هلا بدك ياني خلي الأسعار تتزيد التفقى؟ طبعا يا زكي، إذا بعت ب 10,000 دولار بالنهار بيطلع لي 1,000 دولار تفقى، بينما إذا بعت ب 20,000 دولار بالنهار بيطلع لي 2,000 دولار تفقى. شفت وين تفنكي؟ تفنكي. شو لكان تفنكي؟ لكان انا منين بدي غطي خدمة الدين العام؟ شو قالوا لكم عني انا بفقس فلوس انا؟ لك شو الشعب هذا؟ شو الشعب؟ لك ركبوا شعلة، ركبوا شعلة، ركبوا شعلة، طلعوا شعلة، قليلي، طلعوا شعلة، ما معقول.